قلبي صافي وابيض وسيدي سويت، ولكن نوجع راهو ساعات وعمري ما نجبد حتى حد هكاك، معناها عمري ما نظلم حتى حد. اما اللي يجبدني راني عمل له سوم نتسمى، معناها الكلاش اللي عملته انا البي الزردي عملت لها فيه سوم على الاخر. كانت تحب تلعب لعبه اخرى تو ندخلوا في زون اخرى خايبه على الاخر، معناها فهمت، لانه هي دارها مش بالبلار بركه، دارها مكسره. دونك خلينا حتى لهنا كملك شنو قالت هيك الجمله واضحه. قالت سعاد محاسن مرام تربيه ولمين نهدي كيف كيف، ووليد ما فهمتش شكون جاو، ويقول انا قد امه تي انا اكبر منه بخمس سنين. وما به سامحوني في العمليات. قديش عمرك باش نعرفوا بايزالتي قد عمرك؟ في العمليات التجميل اللي عاملها سامحوني معناها شوفوني قديش كيفاه، شوف لنا سيد المخرج شوف لي عملياتي ناجحه ولا لا. انا التجميل يا وليدي تو انا جاي نحكي معاك في مهرجانات عالميه، نحكي معاك اللي انا جي ريبريزونتي لا تونيزي في كليرمون فيران اللي هو لو بلو غران فيستيفال او موند دو كور ميتراج، يا في لو درابو دو لا تونيزي لو سول بيي عرب. نحكي لك على فينيز وكان وكارتاج وانسي دو سويت، وانت تقول لي بيا الزردي دلي تخرج فيا راس راس مع المستمعين. لا بالعكس في بيا الزردي لا معناها يعني طيحت لنا الكوتة معناها. ما هو هذوما تصريحات ناس حكيت عليك انت، احنا ماذا بينا نعرفوا رايك، انا نعطي فيك في حق الرد. انا جا نقول لك جو في تيتر بولي انكور، وباش نرى بالسنوات الاكثر مني اللي هما اكثر من 15 اللي ما بيني وما بين بيا الزردي، مانيش باش نقول كلام جرح برشا 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 يقولوا فيه العبيد الكل في الشارع. جون بابا لو دير شنو باش تقول. بايا الزردي إعلامية عندها سنوات تقدم في الإعلام التونسي. إذا نحكيه على فما برشا وسخ باش علينا فيه كلام كبير هكا تالي. فما برشا وسخ وخليني نقف غادي، برشا وسخ وخليني نقف غادي انسي دو سويت. كي جابت الروحة وانا حبيت نكبر وقدام هادي زعيم، وهادي زعيم راه اللي هو في اللح وانسي دو سويت، قلت درشون اما خليني نقف غادي برحمة امك جو تان سوبلي، خليني نقف غادي خاطر عندي اشياء نعرفها والعبيد كل تعرفها وما نحبش نقولها سيغ انتين. هكا كلام كبير دادي اذا تقول انه دار من البلار وبرشا وسخ. لا مش دار من البلار، برشا دار برشا مكسره بلار مكسره ولا بلار كيف كيف. دونك نفهم شنو معناها انت، شنو قاعد تقصد. اوكي وفيت وفيت ولا وفيت ولا وفيت. داير انا ريتو الكلام اللي قلته هذا انا توا ندم عليه، مش حتى نروح نخمم. معناه شوف الانسان قديش ينجم يلزك تبدا بعيدة عليه بعد سميع على الارض وكريت وريد داء جوي ودنيتي وين وتتبع وتعرف الانستغرام تاعي. معناه انا وين في السينما في المسرح في الثقافة في السبور في برلان دون ان نوتر اسبري. انا الصيف هذه مشيت عديت 10 ايام في النرويج في الجبل، اخزر انا مخي وين، ما relation avec la nature avec l'esprit avec l'ouverture d'esprit. وانت ترجعني انت مش انت معناها كانيماتريس، يعني هما يحبوا يعني حد قد ما تحاول ترتقي بروحك على الاقل قد ما هما يحاولوا يهبطوك للجو نتاعهم.